خليني اقول لك شيء بس ايه؟ واحد، انا بحترمك كثير بس الدنيا مش بالعمر ولا بالطول. لا بالطول اكيد ما انا بالطول. لكن الدنيا اكيد ما انا بالطول. بمزح لبس كعب. بقرا لك الكلمه اللي عندي اياها. تقرا الكلمه ويرس مي بيس اون ذس كلمه. الكلمه هي الحداد. الحداد. اوكي. هشام، الحداد عاده شغلته حداده، بس نحن عنا الحداد حداده وبويا. للفنانين للسياسيين لل انا بويا للفنانين والسياسيين والليسته طويله. انا عندي الكلمه بوسه. يا ساتر. انا عندي الكلمه بوسه. يا ساتر. زيف بيعرف انك لما قررت تبوسي بكريستال بوسي كانت بالحلقه 71 وعدوها 71 مره لزبطت. يعني انت بستي محمود نصر 71 مرة. زاف بيعرف انك بستي محمود نصر 71 مرة. اوكي. مزبوط ولا لا؟ حلو حلو كثير، حلو الجو، يعني ما رح تزعل، عم تقوسني رح اقوسك. شو انا ما زعلت؟ اوكي. وهي قبل ما يقولوا اكشن. جد مش نحن رفقة؟ شو بك يا زلمة؟ اوكي. الكلمة كوميديان. هشام حداد، انت عن جد كوميديان شاطر، ما في حدا يقول العكس. يمكن كوميديان كثير شاطر. انا كنت بدعي لك تشتغل مع تشارلي تشابلن لانه بفترتها على القليله ما كنا سمعنا صوته. واو. السينما الصامته. الكلمه هي البطاطا المقليه. كل ما تطلع بمقابله بيسالوك عن البطاطا المقليه، مش يمكن لانه بركي وجهك بيضل مزيت من دون ميك اب؟ لا شوي لازم. يلا الي. يا الله عن جد بدها مايك دروب قوية كثير. ايه ولو بس انت كثير ثقيل. على قليلي حطي كريم دجور يا رب، بس مشان ما تضلك هيك. اخ يا ربي. اوكي خلص رح اقوي لك شوية دوز. الكلمة بتقول صلعة. اوريدي حلوة صح؟ هشام، هشام الزلمة الوحيد اللي بس طلب ايد مرته ما اضطر يجيب لها الماظة لأنه صلعته لميعة كفاية. قال بتقلي قال صلعت لميعة مثل الماظة. قال بتقلي شو أنت حداد؟ قال شو قلت لها؟ شو أنت حدادة؟ بويا. وبويا على القليلة أنا وصغير ما كنت بشبه عطلة. إلي مشان. الكلمة مواقف. 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 أوكي عادة الإنسان شو بده؟ موقف واحد بحط في سيارته. إلا هشام والله فتحنا له باركينج لكل هالمواقف اللي عنده إياها. مواقف شمال يمين طلوع نزول، بتتغير بتطلع بتنزل. عايزك إنه أنا بغير مواقف؟ كذا موقف. احنا بدنا موقف واحد. بدك موقف انت بدك باركينج. بدك ارسي على موقف واحد.